نبدأ أول ملفات مدار الغد بمصير قضايا الشرق الأوسط في السباق الانتخابي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، ومدى أهمية قضايا المنطقة وتأثيرها على الناخب الأمريكي. هذا ما سنناقشه بمحاوره المختلفة مع ضيفنا في مدار الغد في حلقة الليلة، المستشار السابق بالبيت الأبيض الأمريكي جمال هلال، وهو كبير مترجمي الإدارة الأمريكية سابقا، وقد عاصر 5 رؤساء أمريكيين. وسنتحدث عنه عن أكثر من محور. أولا سنتحدث عن فكرة السباق الانتخابي ما بين جو بايدن وبين ترامب الرئيس الحالي، إلى أي مدى قضايا الشرق الأوسط لها أن تلعب دورا في توجهات الناخب الأمريكي. ثانيا، هل ستختلف قضايانا في المنطقة العربية إذا ما فاز جو بايدن أو إذا ما ظل ترامب في منصبه رئيسا؟ على أي حال، 100 يوم تفصلنا عن أشرس مواجهة سياسية انتخابية في العالم، السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض بين الجمهوري دونالد ترامب وبين الديمقراطي جو بايدن. ومع اقتراب 3 نوفمبر المقبل يشتد الاستقطاب الحزبي وتحتد لهجة الاتهامات بين المتنافسين أثناء محاولات كل منهما النيل من شعبية الآخر. يرتكز كلاهما ترامب وبايدن على عدد من نقاط القوة، كما يعاني كل منهما أيضا من نقاط ضعف. فبالنسبة لترامب، يمتلك الرئيس الأمريكي عددا من نقاط القوة، أبرزها القدرة على استخدام الخطاب الشعبوي بشكل أكثر تواصلا مع الشارع الأمريكي، كما يمتاز ترامب بالحرص على تنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، في حين تتمثل نقاط ضعف ترامب في أزمة حادثة جورج فلويد وكيفية تعامل إدارة ترامب مع الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى الإدارة المتذبذبة لأزمة جائحة كورونا والسياسة الصحية التي عمد ترامب إلى تبنيها منذ وصوله للحكم. أما جو بايدن فتأتي قوته من امتلاك خبرة سياسية واسعة منذ انتخابه بعضوية مجلس الشيوخ وشغله منصب نائب الرئيس من العام 2009 وحتى العام 2017، فضلا عن توجهه المعتدل حيث ينتمي لما يمكن وصفه بوسط الحزب الديمقراطي، وأطلق عليه البعض لقب البراجماتي المعتدل إبان عضويته بمجلس الشيوخ. إلا أن بايدن ربما يفتقد إلى الكاريزما السياسية، وكذلك يفتقد بايدن ربما إلى فنون الخطابة السياسية، كما أنه معروف بدعمه للسياسات المؤيدة للشركات والتي بطبيعة الحال تضر الطبقة العاملة وهي الكتلة التصويتية الأكبر في هذه الانتخابات الأمريكية المرتقبة. سيد جمال هلال، كبير المترجمين الدبلوماسي والمستشار السابق بالبيت الأبيض، ضيفنا من مدينة زيورخ السويسرية، أهلا بك على شاشة الغد. سيد جمال، هل هناك فارق إذا ما فاز بايدن إذا ما ظل ترامب في منصبه؟ هل مثلا سنجد فرقا في قضية فلسطين مثلا؟ عفوا الصوت مش سامع كويس. الآن تستطيع أن تسمعني بوضوح سيد جمال؟ بعض الشيء. طيب سأحاول أن أرفع صوتي قدر إمكاني. أسألك عن قضايانا في المنطقة العربية، لدينا قضية رئيسية، قضية فلسطين، هل سنلحظ فرقا في التعامل معها إذا ما فاز بايدن على ترامب أو إذا ما ظل ترامب؟ من التقليد الأمريكي ومن العادة الأمريكية أن كل رئيس يأتي يريد أن يمحو بطريقة أو أخرى بعض القضايا التي كانت مرتبطة باسم من سبقه. بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي أكبر قضية في الشرق الأوسط أو واحدة من ضمن القضايا الهامة، ربما بايدن من الناحية اللفظية والكلامية يبدي وكأن هذه المقترحات غير مفيدة وأن هذه المقترحات مضرة بإسرائيل، وهو لن يسير على نفس الخطة التي وضعها ترامب لأنها خطة ترامب، وبالتالي سيحاول أن يأتي بخطة جديدة أو يأتي بمفاهيم جديدة
ولكن في النهاية لا أعتقد أن بايدن أو الحزب الديمقراطي سيكون معادي لإسرائيل إذا جاز التعبير، أو يكون مناهض لإسرائيل. ستكون نوع من الأفكار الجديدة، لا أعتقد أنها ستؤدي إلى الكثير من حيث النتيجة. الفارق أن ترامب حاول أن يخرج بهذه الأفكار حتى يذهب مباشرة إلى نتيجة. نعم. جزء من مقترحاته هو تأسيس دولة فلسطينية، ولكن بالنسبة للواقع الجغرافي الذي طرحه هذا صعب جدا. نعلم طبيعة الحال سيد جمال، نحن نهتم بهذه الانتخابات الأمريكية لأنها أمريكية، لأنها أمريكا القوة الأولى في العالم مثلا، وطبيعة الحال كذلك لا ينشغل الناخب الأمريكي بالانتخابات المصرية مثلا أو الانتخابات التونسية أو المغربية أو ما شابه. إنما السؤال هنا إلى أي مدى يلم الناخب الأمريكي أو لديه معلومات بسيطة حتى عن مشاكل منطقتنا العربية؟ يعني اسمح لي إذا كنت أرد رد ربما لا يعجب الكثيرين، ولكن في المجمل أعتقد أنه صفر. إذا نظرت إلى 360 مليون أو 350 مليون أمريكي، اهتمامات من منهم بالنسبة للشرق الأوسط محدودة جدا. تاريخيا وتقليديا السياسة الخارجية لا تلعب دور كبير في توجيه الناخب الأمريكي. أن الناخب الأمريكي يقوم ويصوت بناء على ما يجد أن مرشحه سيفيده في القضايا الداخلية. القضايا الخارجية لا تلعب دورا على الإطلاق في الانتخابات الأمريكية. ربما البعض يذكر الانتصار الكبير الذي حققه جورج بوش الأب بعد تحرير الكويت، وكان انتصار كبير. صحيح. دخلت فيه الولايات المتحدة المعركة وانتصرت، وبالرغم من هذا خسر الانتخابات بعدها ببضعة شهور. فمسألة السياسة الخارجية أيا كانت ليست لا تحظى باهتمام الناخب الأمريكي على الإطلاق. أنت قلت يا سيد جمال إن إذا ما فاز بايدن فسيحيي مشروع أوباما الديمقراطي، سيحاول أن يتكئ في منطقتنا مرة أخرى على الجماعات التي ترفع شعارات دينية. هل يعني ذلك أن مصلحتنا كي نأمن هذه الشرور من هذه الجماعات أن ندعو مثلا ندعو الله يعني أن يفوز ترامب، أن يظل ترامب؟ شوف، إذا نجح بايدن في الانتخابات، بايدن هو ممثل الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي الآن القوة المؤثرة والفاعلة فيه هي اليسار الاشتراكي. اليسار الاشتراكي يختلف عن الديمقراطيين الوسطيين الذين منهم بايدن. بايدن لن يستطيع أن يحكم بنفسه. أولا سنه موضع تفاؤل، ثم إنه إذا نجح في الانتخابات معظم من كانوا يعملون مع إدارة أوباما وبايدن سيعودون مرة أخرى إلى الحكم، وبالتالي ستجد أن الشعارات كثيرة ستبدأ في أن تنطلق من واشنطن، تلك الخاصة بحقوق الإنسان، وتلك الخاصة بالمسجين السياسيين، تلك الخاصة بالديمقراطية ونشر الديمقراطية، تلك الخاصة بما يسمى بالنظام السياسي الشمولي الذي يشتمل على جميع عناصر المجتمع، وهي في الواقع شفرة كودية معناها أن الإسلام السياسي يكون طرفا في الحكم. فأنا الحقيقة إذا نجح بايدن في الانتخابات لن أستغرب أو أندهش على الإطلاق إذا رأينا صحوة كبيرة للإخوان المسلمين، رأينا صحوة للإسلام السياسي بكل طوائفه، ورأينا نوع من ما يسمى بالضغوط من واشنطن تماما كما شهدناها في فترة الرئيس أوباما. ما الذي تعنيه يا سيد جمال بوصفك للرئيس التركي أردوغان بأنه المرشد الفعلي لتنظيم الإخوان؟ الإخوان المسلمين تقليديا كانوا يعتمدوا على المرشد العام لهم، وهو كان دائما مصري وفي موجود في المتواجد في القاهرة. بعد أن رفض الشعب المصري الإخوان المسلمين بشكل واضح في 30/6/2013 أصبحوا الإخوان المسلمين شبه مشتتين ومفتتين من حيث القيادة. هناك من هرب منهم إلى تركيا، من هرب منهم إلى قطر، من هرب إلى بعض الدول الأخرى، ولكن في النهاية عملية القيادة أو الزعامة
لم تعد لهذا التنظيم بشكله المحلي كما كان التنظيم متواجد في مصر بشكله وبنيانه القديم. الآن أصبح التقييم يعمل على التنظيم يعمل على المستوى الدولي، وأصبح أردوغان لن أسميه المرشد الروحي، لن أسميه مرشد الإخوان، ولكن هو بدون شك الرجل رقم واحد الذي يضع استراتيجيات الخاصة بتنظيمات الإخوان وليس تنظيم واحد في جميع المناطق العربية وفي جميع البلاد العربية السنية، وهو الذي يقوم بدفع الإخوان كي يتمسكون أو يمسكون بحكومة ما. لذلك نرى أن جهده في ليبيا هو منصب في هذا. الحكومة الجديدة في ليبيا إذا انتصر أردوغان وعلى قوات حفتر ستكون، وتأكد أنها ستكون حكومة إخوانية 100%، وهذا سيؤثر سلبيا على كل من مصر وتونس. سؤال محير جدا يا سيد جمال، يعني نعلم أن الولايات المتحدة تتعامل مع العالم مع بقية 193 دولة على أنها الولايات المتحدة، يعني لها الكلمة العليا سياسيا اقتصاديا عسكريا تجاريا مخابراتيا دعنا نقول. لماذا تصر الولايات المتحدة إذا ما فاز بايدن الحزب الديمقراطي، لماذا يصر على اللعب مع التيار الإسلام السياسي؟ يعني ألم يجربوا ذلك في التسعينيات؟ هل تناسوا ما فعلوا في أفغانستان ثم انقلب عليهم في 11 سبتمبر؟ أنت أجبت على السؤال. في الواقع أمريكا لا تتعلم من أخطائها، ويجب الواحد أن يكون صريح وواضح. ما ذكرته على مثال أفغانستان هو مثال واضح جدا. بعد انتهاء الحرب من خلال المجاهدين وهزيمة الاتحاد السوفيتي لم يعد هناك رغبة أو طاقة للكونغرس الأمريكي أن يخصص أموال لتواجد عسكري أمريكي في أفغانستان، وبالتالي انسحبت القوات الأمريكية. في الواقع لا يوجد هناك قوات أمريكية، ولكن انسحب الدعم الأمريكي لأفغانستان، ورأينا أن أفغانستان أصبحت مرتع للقاعدة فيما بعد والمنظمات الإرهابية الأخرى. بالنسبة لتكرار الأخطاء الأمريكية في مناطق العالم، أيوة في الواقع هذا صحيح وهذا واقع، لأن الرئيس الأمريكي الذي يأتي، كل رئيس أمريكي جديد يأتي برؤيته، رؤيته الخاصة. لا يوجد هناك استراتيجية معينة أمريكية تتخطى حد الرئيس الأمريكي. كل رئيس أمريكي هو الذي سيحدد ما هي رؤيته بالنسبة لتعامله مع الأمن والسلام العالمي، مع حلفاء أمريكا، مع أعداء أمريكا. من ضمن الأشياء الأخرى التي إذا نجح بايدن في الانتخابات، فأنا متأكد أنه سيعيد مرة أخرى الاتفاق النووي مع إيران. حتى يا سيد جمال فيما يتعلق، يعني أنت الآن تؤكد لنا أنه حتى فيما يتعلق بالسياسات الخارجية هذا تنافى مع فكرة أن أمريكا دولة مؤسسات، يعني مجلس قومي والسي اي اي وقوة فيدرالية ومركز معلومات يحددون للشخص القادم الغريب عن البيت الأبيض ماذا يفعل، ماذا يقول، من يلتقي حتى. لا، في الواقع القانون الأمريكي يمنع على جميع الجهات الاستخبارية أن تقدم النصيحة للرئيس. الأجهزة الاستخبارية هي فقط وظيفتها تجميع المعلومات ثم تقدم هذه المعلومات بدون إبداء أي آراء. إذا أراد أن يعرف ماذا كانت التجربة في هذه البلد أو ماذا كانت التجربة في هذه المنطقة بإمكانه أن يطلع، ولكنه ليس مجبر على أن ينظر لها كأنه درس يتعلم منه. وأنا كما ذكرت أنت عملت مع 5 رؤساء أمريكيين، كل منهم يختلف عن الآخر في تناول القضايا. القضية الوحيدة التي ظلت على مدار عقود كانت عملية التوازن العسكري بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، لأنها من القضايا الكبرى. سيد جمال، يعني أنت بالفعل عاصرت 5 رؤساء أمريكيين، ربما حتى بدءا من رونالد ريغن، يعني ربما حتى كنت شاهدا على محاولات بيل كلينتون مع الراحل ياسر عرفات. وهنا اسمح لي بهذا السؤال لو تسمح لي، أستأذنك، يعني هل لمست أن الرؤساء الأمريكيين لديهم علم أو لديهم شعور بأن الوطن العربي شعوبه تقول إن هؤلاء الرؤساء يتآمرون على أوطانهم ويندهشون إذا سمعوها؟ لأن الرئيس الأمريكي
يتعامل مع كم هائل من القضايا سواء الداخلية أو الخارجية، ومنطقة الشرق الأوسط هي فقط واحدة من هذه المناطق وليست بأهمية العلاقات الأمريكية الروسية أو العلاقات الأمريكية الصينية أو علاقات أمريكا مع الناتو وحلفائها. فبالتالي هناك هذا النوع من وضع هذه القضايا في الدرجة الثانية أو الثالثة. لذلك نجد أن عندما تهتم الولايات المتحدة بقضية الشرق الأوسط يكون الرئيس نفسه له اهتمام شخصي بأن يستنفذ جزء من رصيده السياسي في هذه القضية. وحضرتك ذكرت الرئيس كلينتون، الرئيس كلينتون فعلا استثمر الكثير من رأس ماله السياسي في القضية الفلسطينية، وكنا على وشك الوصول إلى نوع من الحل أو بداية للحل ولكنها لم تتم. نفس الشيء كان على المطار السوري أيضا. فهي تتوقف على الرئيس. الرئيس بوش الابن مثلا لم يريد أن يلمس القضية الفلسطينية أو الإسرائيلية إطلاقا لمدة عامين أو ثلاثة من حكمه. طبعا جاءت عملية 11 سبتمبر وكانت الولايات المتحدة مركزة في الهجوم الإرهابي والتعامل معه، إنما هو بدأ يتعامل معها بعض الشيء أو بنوع من الاستحياء خلال فترة الانتخابية الثانية. ولكن الرؤساء دائما ينظرون إلى الشرق الأوسط على أساس أنها قضية مشاكلها أكثر من مزاياها وخسارتها أكثر من مكاسبها. اسمح لنا يا سيد جمال أن نعود سريعا إلى فكرة الإسلام السياسي إذا ما فاز جو بايدن، لأن كذلك حقيقة الأمر ربما هذه المرة أنا شخصيا لدي سؤال يحيرني، اسمح لي يعني لماذا تعتمد إدارة أمريكية على الإسلام السياسي؟ هل تريد السيطرة على المنطقة؟ ظني أو علمي البسيط أن لا أحد يقوى على أمريكا، لم أسمع أن أحدا أو حكومة قالت لا، رفضت طلبا للرئيس الأمريكي. ما المراد بالمنطقة؟ الحكومة جميع الرؤساء الأمريكيين الذين عملت معهم والحكومة الأمريكية بشكل عام لا تريد بالفعل السيطرة على الشرق الأوسط. هذه الفكرة هي في الواقع فكرة شرق أوسطية تبحث دائما عن أدلة. إنما سيطرة أمريكا على الشرق الأوسط بمعنى إيه؟ لن يكون هناك فائدة أو عائد. ولكنني دعني أعود إلى سؤالك الخاص بالإسلام السياسي. الحقيقة فكرة تسويق الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بدأها أردوغان في عهد الرئيس أوباما، وكانت الفكرة أن الولايات المتحدة عندما تتعامل مع 25 أو 30 دولة عربية أو إسلامية فأنها تتعامل مع 25 أو 30 مشكلة، وبالتالي إذا قام الإخوان المسلمين ولهم شعبية وبالأدلة كانت الأحصائيات تقول بالفعل أن لهم شعبية كبيرة في جميع الدول العربية، إذا قاموا بالسيطرة بالحكم فإن المنطقة العربية كلها ستكون تحت حكم حكومة واحدة مهما اختلفت البلاد العربية. وهذا المنظور في حد ذاته منظور شيخ بالنسبة للولايات المتحدة. بدل أن أتعامل مع 50 مشكلة أتعامل مع مشكلة واحدة أو أتعامل مع طرف واحد. وهذا كان مربط الفرس في الترويج لفكرة سيطرة وهيمنة الإخوان المسلمين على جميع الحكومات العربية أو السنية. طيب على في المقابل سيد جمال، دونالد ترامب يعني سياسيا بعد أزمته الشرسة مع نانسي بيلوسي مع فكرة الجدار حتى العزل مع المكسيك كذلك ربما هل تسمعني بوضوح؟ بعض الشيء صوت سأحاول مجددا أرفع صوتي. يعني أحدثك عن التحديات التي أمام ترامب. ترامب ربما في 4 سنوات كانت خسارته أكثر من إفادته، يعني يكفي جائحة كورونا وما ألمت بالمواطن الأمريكي، أحداث جورج فلويد وما تبعها وهكذا. هل تعتقد أنه قادر على تخطي هذه العقبات؟ الحقيقة هناك صعوبة شديدة. هناك أولا عدة نقاط بسرعة شديدة أتطرق لها. ترامب هدفه الأول كان في الدخول في الانتخابات المقبلة كان يعتمد اعتمادا كليا على الصحوة الاقتصادية، لأنه بالفعل حدث الصحوة الاقتصادية في الولايات المتحدة لم تتكرر في السنوات الأخيرة. نسبة البطالة وصلت إلى 3-3.5%، الاقتصاد الأمريكي انتعش بشكل كبير إلى آخره.
ثم جاءت الكورونا. مع وباء الكورونا عملية إدارته لهذه الأزمة أصبحت الآن ظاهرة بشكل أكبر للمواطن الأمريكي العادي أنه أساء إدارة هذا الملف، وأمريكا وصلت إلى ما وصلت إليه بالنسبة للكورونا نتيجة سوء وعدم توفر الإدارة من البيت الأبيض في توجيه الولايات المتحدة إلى طريق أفضل صحية. كان ضد فكرة لبس الأقنعة، كان يستخف بعض الأشياء بعض الأحيان إلى آخره. فكل ده شكل نوع من الفكرة لدى المواطن الأمريكي أو بعض شريحة من الأمريكيين أنه لم يجيد إدارة هذه الأزمة. المسألة الثانية أن هناك انشقاق حقيقي في المجتمع الأمريكي، وهناك استقطاب فعلي خاصة بعد عملية مقتل جورج فلويد في شهر مايو أيار الماضي في آخره، وانفجرت الولايات المتحدة في شبه الصراع العرقي بالحقيقي. الآن الولايات المتحدة تمر بمرحلة من أصعب المراحل في تاريخها، وهي شبيهة بمرحلة الستينات والسبعينات عندما كان هناك انقسام حقيقي في المجتمع. فهناك شريحة كبيرة حتى مما كانوا يميلون إلى ترامب بدأوا يشاهدون فيه شخص يدعو إلى الاستقطاب ويدعو إلى التنفير بين فئة المجتمع، وهذا ضده. من الناحية الأخرى هناك أشياء ضد بايدن، لأن مثلا عملية الانفلات الأمني التي اجتاحت الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق وعمليات النهب والسرقة إلى آخره، هذه أيضا تؤثر في الناخب الأمريكي الذي دائما يسعى إلى الأمن والأمان. فإذا استطاع ترامب أن يثبت للجمهور الأمريكي أنه قادر على ضبط الأمن والانضباط، وليس بايدن، لأن بايدن سيسيطر عليه اليسار الاشتراكي الذي يدعو إلى تفكيك الشرطة ويدعو إلى تخفيض ميزانيات البوليس والشرطة، فأنه ربما ينجح في استقطاب ما نسميه ناخبين الضواحي، الناس الذين يعيشون خارج المدن الكبرى. نعم. والأمن والأمان بالنسبة لهم أهم شيء. سيد جمال، نعلم تمام العلم يعني أن السياسة هي لغة المصالح، ليس هناك مكان لمشاعر في السياسات يعني سيما بين الدول، إنما أنت عاصرت 5 رؤساء، أنت ربما قابلت يعني كل زعماء العرب عندما أتوا إلى البيت الأبيض أو معظمهم يعني، فاسمح لي أن أستثمر وجودك وأسألك هذا السؤال وأستأذنك فيه قبل أن أبدأ فيه يعني. هل تعتقد أن الرؤساء الأمريكيين منذ رونالد ريغان وحتى الآن يحبون العرب أم يكرهون العرب، وليس هناك خط رمادي هنا؟ في الواقع أنا لا أنظر إليها ولم ألمسها شخصيا من منطلق الحب والكراهية على الإطلاق. هي الفكرة أن ربما مشاكل الشرق الأوسط تنظر دائما إلى حل أمريكي لها، فبالتالي هناك تحميل شديد جدا على أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي يجب أن يبذل جهدا لدراسة وفهم قضايا الشرق الأوسط. الواقع يقول غير هذا، الرئيس الأمريكي أحيانا يجبر في الدخول على قضايا الشرق الأوسط. طبعا بدون شك الدعم الأمريكي لإسرائيل سواء كان الرئيس جمهوري أو ديمقراطي أيا كان لا تفرق، لأنه مستمر، لأن الدعم الأمريكي لإسرائيل غير مربوط بشخصية الرئيس. نعم. هناك علاقات قوية جدا مع الكونغرس الأمريكي، هناك علاقات مع المنظمات غير النفعية والاجتماعية، هناك ترابط وأواصر بين المجتمع الأمريكي والمجتمع الإسرائيلي، هذا لا يوجد بين أمريكا وبين الدول العربية على الإطلاق. دائما المحاولات العربية لخلق هذا النوع من العلاقات ضعيفة وهشة ولا تكتمل، فبالتالي العلاقة ليست مع الرئيس الأمريكي ولكن أيضا مع الرئيس الأمريكي ومع الكونغرس الأمريكي، لأن في النهاية من يسن القوانين ويخصص الأموال والمعونات هو الكونغرس الأمريكي وليس الرئيس الأمريكي. طيب اليوم يا سيد جمال ربما أنا لا أنظر لها. تفضل. طب تفضل أكمل إجاباتك. تفضل. لا أنا قلت أنا لا أنظر لها على مسألة حب أو كراهية. هو بدون شك إذا هناك رغبة لبناء العلاقات لابد كما ذكرت حضرتك
أن تكون مبنية على المصالح، وكلمة المصالح ليست كلمة قذرة في عالم السياسة الخارجية. تمام. هي كلمة أساسية، ومن لا يعمل من أجل مصلحة بلاده لا يستحق أن يرأس هذه البلاد. طيب يا سيد جمال، اليوم ظهر اليوم حدث اشتباك، يعني قالت إسرائيل أن حدث اشتباك على الحدود مع لبنان، فأعاد سريعا إلى الأذهان فكرة 2006، يعني الكل كان يتوقع بدايات لما شهدناه مع 2006 حتى تلاشت المخاوف. يعني كيف تنظر لما حدث اليوم؟ كيف تقيمه؟ سيما وإن حزب الله بمناسبة يعني ينفي تماما ما حدث. لا، ربما تلاشت مؤقتا. أنا أعتقد أن هناك تصعيد. ما يدور الآن هو حرب خفية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة من طرف وإيران من طرف آخر، وهذه المعارك تحدث على الأراضي السورية، ربما تحدث على الأراضي اللبنانية. إذا أرادت طهران أن تدفع بنوع من العنف ضد إسرائيل من حدودها الشمالية، فبالتالي هذه أعتقد لن تهدأ. ربما ما قاله حزب الله اليوم في الواقع لا يحدث الحقيقة، قالوا أن ردنا لم يتم بعد على اغتيال الشهيد أو كما سموه في سوريا. طبعا هذا غير صحيح، لأن ما حدث بالفعل أن هناك قوة لبنانية حزب الله يقول ليس تابعة له، إنما هي عبرت الحدود إلى الحدود الإسرائيلية عن طريق مزارع شبعة. سواء حزب الله أراد أن يعترف أو ينكر هذا شيء، إنما الواقع بيكون شيء آخر. أنا أعتقد أن الزيارة التي قام بها رئيس الأركان الأمريكي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي ارتبطت بعدد كبير من القضايا، منها التنسيق في التعامل ضد إيران، وإحنا جميعا شاهدنا ما حدث في إيران من تفجيرات في خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهذه ليست هباء. ما الذي تعنيه سيد جمال؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. هذه نقطة في غاية الأهمية. في الأيام الأخيرة يوميا يحدث انفجار على الأقل في مدن إيرانية مختلفة، في منشآت كيميائية صناعية وما شابه، في مخازن يعني غير معلوم. النظام الإيراني يقول إنها ليست عدائية، هل لديك تفسير؟ أنا أعتقد أن الجهة أو الجهات التي تقوم بها لم تعلن عن من هي، فأنا لا أستطيع أن أتكهن أو أتنبأ، ولكن تستطيع أن تقرأ ما بين السطور. ولكن إيران في وضع حرج للغاية، ولكنها لا مفر من أنها تحاول أن تلفت الأنظار إلى شيء خارج حدودها، لأن الوضع الداخلي في إيران بدأ يزداد سوءا، خاصة بعد عمليات المعارضة الشديدة والتظاهرات التي شفناها في من عمال مصانع السكر في جنوب إيران. وهناك الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى حد في غاية السوء، فدائما إيران تحاول أن تصدر المشاكل للخارج. طيب. ربما تحاول إذا حسبتها بشكل أن تحرك حزب الله، ولكن أعتقد ما قاله نتنياهو اليوم أن الرد سيكون حاسم وسريع ومكلف. وطبعا لابد أن نذكر ولابد أن نعرف أن المواقع الإيرانية في سوريا تضرب بقى لها حوالي سنتين أو ثلاثة. سؤالي الأخير يا سيد جمال لحضرتك، وكذلك سأستأذنك فيه أيضا، لأنه ربما سؤال عن المنصب أكثر من شخصيتك. يعني الآن تسمعني جيدا سيد جمال؟ تسمعني جيدا؟ عفوا أنا آسف، ما سمعتش. الآن تسمعني جيدا؟ الآن طيب. بعض الشيء طبعا. طيب سؤالي الأخير أستأذنك أن يكون متعلق بالمنصب. أنت كنت كبير المترجمين في إدارة البيت الأبيض، حجم المعلومات التي لديك أكثر بمراحل من حجم معلومات موجودة ربما عند رؤساء حكومات. كمية الأسرار التي بحوزتك هم ثقيل، ما تتحدث به ربما هو عشر ما تعرفه. ألا يزعجك هذا الأمر؟ هل تشعر أنك في مأمن؟ دعني أقول لك قصة طريفة. رئيس بوش الابن عندما كان على وشك مغادرة البيت الأبيض بعد
نجاح الرئيس أوباما. في آخر يوم أو يومين كنت معه في المكتب البيضاوي وطرح علي سؤال، قال هل ستكتب كتابا؟ فقلت له أنني في الواقع لا أفكر في كتابة الكتاب. فقال لي أنا لو أنا منك أكتب هذا الكتاب وأجعله وضعه في مكان سري وأقول أنه في حالة اغتيالي أو قتلي فأن هذا الكتاب سيظهر إلى العالم. أشكرك سيد جمال هلال كبير المترجمين والدبلوماسي والمستشار السابق بالبيت الأبيض الأمريكي، كنت معنا عبر سكايب من زيوريخ السويسرية، شكرا لك.